مشاهدي قناة لوسات تي في، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج البطولة برو. الحلقة اللي غادي تخصوها الحديث عن فوز المنتخب الوطني على نظيره الغابوني كأس التصفيات مونديال روسيا 2018. وللحديث عن هذه الحلقة أود أن أرحب بالمحلل الرياضي والصحفي الرياضي محمد شكرون. مرحبا بك. مرحبا، كنشكركم على الاستضافة. سي شكرون، كيفاش شفتي الماتش ديال المنتخب الوطني أمام نظيره الغابوني؟ فالمقابله كانت غايه في الروعه، بحضور جمهور يعني غص عمر المركب محمد الخامس قرابه 55000 متفرج تقريبا. وهاد يعني المقابله كيفاش تدارت في هذا الدرب، بان كان المدرب رونار يعني ذكي كما كنقولوا حنا، اسم على مسمى يعني الثعلب، فهو فعلا كان ثعلب يعني خصص المقابله، جابها لستاد دونور، جابها لدونور المركب الشرفي باش على حساب الجمهور البيضاوي، لان الجمهور البيضاوي جمهور ريادي، جمهور متعطش للرياده، كيحب الفريق الوطني، كيحب المغرب وجميع المدن، ولكن له خاصيه بيضاويه خاصه، فخاصه فرجعوا للمقابله. المقابله كانت غايه في الروعه واشتملت على الكره الشامله التي كانت الخاصيه ديال الفريق الهولندي اللي كان تلقى في السبعين، فهذيك الخاصيه يعني ديال الكره الشامله هي اللي جعلت المنتخب المغربي يربح بديك الثلاثيه الصاخبه ديال رأس الحربة خالد بوطيب. فعلا الانتصار كان في المستوى وعطى ومكن المغرب من الاحتلال الرتبة الأولى بتسعة النقاط، والآن غادي إن شاء الله ما يكون على خير، نتمنى المقابلة الأخيرة يحضر فيها الحظ وتحضر فيها الكرة، ونتمنى يحضر يعني تكون ريادية وتكون إن شاء الله يكون التأهل المغربي. وما هي الخصائص المتميزة بالنسبة للمنتخب المغربي المقابلات الخمس اللي جراها؟ من خلال المقابلات الخمس، فمقابلات الخمس اولا كان المغرب جراها بواحد الكيفيه يعني متميزه، استطاع انتصر في مقابلتين واستطاع يتعادل سلبي في ثلاثه المقابلات، فالغابون المغرب 0-0، المغرب الكوت ديفوار 0 اللي مثليه، المغرب سحق مالي ب 6-0، وعاود تعادل مالي المغرب في المقابله الرابعه ب 0 اللي مثليه. وفي المقابله ديال الاحد اللي الماضي يعني الدورة الخامسة كان المغرب سحق الغابون ب 3-0 في الدار البيضاء. الآن بقى لنا الدور الجولة السادسة والأخيرة من الكوت ديفوار المغرب في لا كوت ديفوار. بالنسبة لهاد بعد إجراء خمسة مباريات، فالمغرب كيحتل الرتبة الأولى بتسعة نقاط، جمعهم من انتصارين وثلاثة تعادلات وبدون هزيمة وبدون وصفر هدف في الشباك ديالو، يعني عنده احسن دفاع احسن حارس. بالنسبه للهزائم صفر. بالنسبه للخاصيات المتميزه بهذه المقابلات الخمسه، اولا تربع المنتخب المغربي على قمه هرم المجموعه الخامسه بتسعة نقاط، ثانيا الرتبه الاولى على المستوى الهجومي بتسعة اهداف، ثالثا انفرادي باصلب دفاع بعذريه مرماه، رابعا رد الاعتبار لهزيمه 2009 امام فهود الغابون بالدار البيضاء اللي كانوا خسروا معهم 2-1 هنا في كازا، خامسا اعتراف الاعلام الاجنبي بالمستوى العالي للمنتخب الوطني المغربي، سادسا اختيار المدرب رونار لمركب محمد الخامس ذا القاعده الجماهيريه الغفيره، اذا فهو اسم على مسمى كما قلت الثعلب لوغونار، سابعا الخطه الشامله التي نهج لاعب المنتخب المغربي وكنتمنى باش ينهجوها حتى في لاكوت ديفوار. نعم، وما هي تقدر سي شكرون تعطينا السرد التاريخي حول المنتخب المغربي مع المونديال؟ بالنسبه للسرد التاريخي فهو اعظم انجاز اللي داز، فبخلاف 86 فكنشوفوا يعني في بدايه الستينات كانت الذاكره الكرويه المغربيه ما تنساش ابدا الصدام الفاصل الاوروبي الافريقي المؤهل لكاس العالم 1962 بالشيلي، والذي جمع بين المنتخبين الاسباني الاوروبي والمغربي الافريقي، هذا الاخير الذي لف عباقره كره القدم الوطنيه ايام العز الكروي الذهبي من طينه الحارس البيض بن مبارك اقصبي بن محجوب التباري طاطوم الزهر البطاش الرياح الخلفي جديدي مالاغا، ذلك ان المنتخب الاسباني تاهل بحصه 3-2 وبصعوبه مؤكدا قدوم المغرب على مستوى القاره الافريقيه، والتي نال كاسها الافريقيه سنه 1976 باديس ابابا بهدف التعادل الذي سجله لاعب الدفاع الحسن الجديدي بابا. نعم، وكيفاش كانت المشاركات المغربية الأربع في المونديالات السابقة؟ المشاركات الأربع كانت يعني مشاركة طيبة،
فالاولى كانت في مكسيكو 1970 وعرفت المشاركه ديال بعض يعني النجوم كحمان سليماني باموس علال الى اخره. المشاركه الثانيه مكسيكو 86 وهي هي المتميزه، شارك فيها الدولمي زكي خيري تيمومي الى اخره. كان المشاركه ديال امريكا 94 كانت متوسطه، فيها الحضري والخلج نكروز الحبابي الى بقيه اللاعبين. بينما المشاركه الرابعه فرنسا 1998 شارك فيها النيبه حجي كماتشو بصير والبقيه. ولكن كضل المشاركه ديال 86 متميزه بكل المعاني بتربع المغرب على قمه هرم المجموعه التي احتل رتبتها الاولى، والذي بوأت المرور الى دور الربع باحسن انتاج قاري. نعم كان قدم لقاءات قويه في مونديال 1998 الان مونديال 1998 الان احنا في الباب ديال المونديال 2018، ما هو سبيل لتأهل المنتخب الوطني الى هذا المونديال؟ كيف السبيل؟ فللتذكير فقد غاب المنتخب المغربي على المونديال لعشرين سنة. عشرين سنة. وثلاثية بوطيب المدوية وضعت المنتخب في القمة على بعد خطوة واحدة باختيارين، الانتصار أو التعادل. اليوم فقد أصبح مصير الأسود بين أيديهم، وفي المباراة المصيرية ضد الفيلة يوم 6/11/2017 الذي يصادف الذكرى 42 للمسيرة الخضراء والتي ستنقلها القناة العالمية انطلاقا من الساعة 5:30، فهذه المقابلة يعني صراحة المصيرية غتلعب الكل الكل. فإن كانوا الفيلة خصهم الانتصار، احنا عندنا خاصيتين، فالمغرب خصو يمشي بواحد بأنه يمشي، ما يمشيش باش يحصل على التعادل، يمشي يقلب على الانتصار. في حالة إلا ما كانوا خصو يدير تعادل باش إن شاء الله نمهدوا الطريق ونمشيو حتى حنا للمونديال ديال روسيا. نعم، شنو هي الرسالة اللي كتوجهها للجماهير المغربية بخصوص المقابلة المهمة أمام الكوت ديفوار؟ هي الرسالة اللي غنوجهها للجمهور المغربي، راه ماشي موجهة للجمهور المغربي، الرسالة موجهة للرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. إلا بغى الجمهور المغربي يمشي فخص هو يدير واحد اللجنة اللي تكلف بهذا الجمهور ويخفض. نعم، فوزي القجاع قام بإجراءات عديدة لعل أبرزها تخفيض ثمن تذكرة الطائرة إلى 2000 درهم، رحلة ذهاب وإياب، ووفر جميع الظروف لازمة للجماهير المغربية للتنقل إلى الكوت ديفوار. وهذا هو المطلب مني، المطلب مني هو تقديم المساعدة مثلا المادية في عوض مثلا يؤديوا النصف ديال الرحلة أو بحال كوبا مثلا، والجمهور يتختار الجمهور، يعني ما يكونش ذاك يتختار واحد الجمهور بحال مثلا هنا ملي داروا في المركبة الشرفي ملي تصوبوا ذوك البيبان ووقع الإصلاحات وداك الشيء، ما بقاتش ذاك الشيء ديال السيبة كما كيقولوا، يتعزل الجمهور اللي غادي يمشي غادي ناصر واللي غادي يشجع من الدقيقه 1 حتى الدقيقه 90، يوقف مع الفريق الوطني المغربي. وكنطلب رساله الى الجمهور باش يمشي بكثره، كنطلب منه، كنطلب الجمهور اللي كيحب، لان التاهيل ديالو راه رفع الرايه المغربيه في الافق العالمي. نعم، فهذه رساله للجماهير المغربيه كاملين ان شاء الله يوم 11 شهر 11 ان شاء الله غادي نساندوا المنتخب المغربي. وراه الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم وفرت جميع الشروط اللازمه برئاسه فوزي القجاع اللي وفر جميع الظروف باش الجماهير تنقل الى الكوت ديفوار وتساند المنتخب الوطني باش ياخذ تذكره العبور الى مونديال روسيا 2018. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعه والى اللقاء في فرصه قادمه بحول الله.